شباب سنة ثالثة، السلام عليكم. هنبدأ الفيديوهات اليوروجينيتال سيستم، وهنبدأ بالرينال مايكروبيولوجي. نبص بصة كده على اليورينال تراكت. اليورينال تراكت عبارة عن كدني، يوريتر، بلادر، يوريثر. كدني، يوريتر، بلادر، يوريثر. على هذا الأساس اليورينال تراكت هيتقسم إلى أبر يورينال تراكت واللور يورينال تراكت. خلينا نقول ان اللور يورينال تراكت انفكشن، اللور يورينال تراكت انفكشن مور كومون ذان الابر يورينري تراكت انفكشن. يعني ايه؟ يعني كون يجي عيان يشتكي من سيستايتس او يشتكي من يوريثرايتس او يشتكي من سيستايتس او يوريثرايتس، مور كومون ان عيان يجي يشتكي من بايلو نفرايتس. بايلو نفرايتس اللي هو انفلاميشن في الرينال بلفس. عيان عنده بلادر انفكشن، عيان عنده يوريثرال انفكشن، ار مور كومن ذان بايلو نفرايتس. ليه حصلت القصه دي؟ ليه العيان فرصه ان هو يجي له لور يورينال تراكت انفكشن اكبر من فرصه ان هو يجي له ابر يورينال تراكت انفكشن؟ مبدئيا الاورجانيزم عشان يوصل يورينال تراكت بيوصل من البيري يوريثرال ريجن او بيجي من الجي اي تي عامل الانس، يوصل للايه؟ للور يوريثرال تراكت. فاول مدخل للميكروب او اول مدخل للاورجانيزم هو ايه؟ اليوريثرا، فتحه اليوريثرا. وبالتالي ان نعمل انفكشن في البلاتر واليوريثرا اشهر من ان نعمل انفكشن في الايه؟ في الكلى. الجزئيه الثانيه ان في هنا سفنكتريك فانكشن. في هنا ايه؟ سفنكتريك فانكشن. السفنكتريك فانكشن دي بتمنع نورمالي او في النورمال بوبيوليشن يحصل ريفلكس لليورين، وبالتالي ريفلكس الاورجانيزم لغايه الكلى فوق، يعني اليورين بيمشي في اتجاه واحد وما بيرجعش في النورمال بوبيوليشن. اي ديفكت، اي ديفكت في السفنكتريك ميكانيزم دي يحصل منه ريفلكس، ده هيزود الريسك بتاعه الابر يورينال تراكت انفكشن. زي ما قلنا بكرر المعلومه تاني ان اللور يورينال تراكت انفكشن مور كومن ذان الابر يورينال تراكت انفكشن. لكن الابر يورينال تراكت انفكشن اللي هي البايلو نيفرايتس از مور دينجرس اند مور سيريس ذان اللور يورينال تراكت انفكشن. يعني انا خاف على عيان لو عنده بايلو نيفرايتس، لكن العيان اللي عنده سيستايتس ما خافش عليه. على اساس الاورجانيزم او الميكروب جه للعيان منين؟ العيان لقط الميكروب منين؟ بينقسم اليورينال تراكت انفكشن الى كوميونيتي اكوايرد انفكشن او هوسبيتال اكوايرد انفكشن، والاسم الثاني ليها نوزوكوميال انفكشن. الكوميونيتي اكوايرد انفكشن الاورجانيزم وصل للعيان من الانفايرمنت اللي حواليه، وصل لليوريثرا من الانس، وصل لليوريثرا من البريوريثرا ريجن بتاعه العيان بدون دخول العيان المستشفى او شيء. الهوسبيتال اكوارد انفكشن ان العيان لقط العدوى او لقط الميكروب نتيجه دخول المستشفى، نتيجه لاي مانوفر اتعمل في اليورينال تراكت. واشهر مانوفر بيتعمل في اليورينال تراكت هو ايه؟ برافو عليكم، الكاثترايزيشن. الكاثترايزيشن اشهر مانوفر بيتعمل في المستشفيات في اليورينال تراكت. اشهر مانوفر بيتعمل في اليورينال تراكت هو الكاثترايزيشن، وبيعمل حاجه اسمها كاستر اسوشيتد يورينال تراكت انفكشن. كاستر اسوشيتد يورينري تراكت انفكشن. طيب هو يا دكتور اي عيان دخل المستشفى، اي عيان دخل المستشفى واتعمل له اي مانوفر وحصل له انفكشن في اليورينري تراكت، هنقدر نقول عليه هوسبيتال اكوارد انفكشن؟ لا، مش اي عيان. هوسبيتال اكوارد انفكشن دي ليها كاركتر او ليها خصائص. هي ايه الخصائص بتاعتها؟ اول حاجه بتبقى السيمبتوم ظهرت على عيان في مده اكتر من 48 ساعة من دخول المستشفى. يعني العيان دخل المستشفى النهاردة، نفترض النهاردة السبت، بدأت الأعراض تظهر عليه بداية من يوم الاثنين فما بعد ذلك. بداية من يوم الاثنين فما بعد ذلك ظهور الأعراض هي هوسبيتال أكوارد انفكشن. طيب لو عيان دخل النهاردة المستشفى وظهرت عليه الأعراض ثاني يوم، لا دي مش هوسبيتال أكوارد انفكشن. الهوسبيتال بريئة من ذلك، هي كوميونيتي أكوارد انفكشن لأنها أقل من 48 ساعة. طيب العيان أصلا دخل بالاعراض، داخل المستشفى بالسيمبتومز بتاعت يورينال تراكت انفكشن.
acquired infection وليست hospital acquired infection. يبقى الهوسبيتال اكوايرد انفيكشن او النوزوكوميا انفيكشن هي الانفيكشن اللي العيان بياخدها من المستشفى او نتيجه لدخول المستشفى، ولازم الاعراض بتاعتها تظهر بعدها قد ايه؟ بعدها باكثر من او يساوي 48 ساعه من دخوله المستشفى. طيب هو يا دكتور الاورجانيزم ملوش سكه ان يوصل اليوريا تراكت الا من خلال اليوريثرا او البيرينال ريجن او البيريوريثرال سكين والباريوريثرال سكين. لا، ممكن الاورجانيزم يوصل للكدني عن طريق ايه؟ عن طريق البلط. لو عيان عنده سبتسيميا يعني ميكروب موجود في الدم، ممكن يوصل لليورينال للكدني عن طريق البلط. لكن الروت ده رير، ما بيحصلش كتير. اللي بيحصل كتير مين؟ الاسيندنج انفكشن. اللي بيحصل كتير هو الاسيندنج انفكشن، ان الاورجانيزم يجي من الجي اي تي او الايرس او البيريوريثرال سكين ويدخل على اليابسرا واللور يورينري تراكت وممكن منها الابر يورينري تراكت. طيب مين العيان اللي عرضه لليورينري تراكت انفكشن؟ مين العيان اللي عنده ريسك فاكتور او ايه هي الريسك فاكتور اللي تخلي العيان يجي له يورينري تراكت انفكشن؟ اول حاجه الفيميل. للاسف اليورينري تراكت انفكشن خصوصا اللور يورينري تراكت انفكشن more common in female than male. ليه؟ لان الفيميل عندهم شورت يوريثرا، خدته في الاناتومي ان اليوريثرا بتاعت الفيميل حوالي 4 سم، لكن الميل ممكن توصل 10 او 11 سم. الاوبننج بتاعت الفيميل يوريثرا قريبه جدا من الاوبننج بتاعت الفاجينا، والفاجينا لودد دي مايكروبيال فلورا، مليانه مايكروبيال فلورا. الريسك فاكتور الثاني البور هايجين، خصوصا في منطقه البيري انال ريجن او البارايوريثرال ريجن. المنطقه دي لو العيان مش مهتم بالهايجين بتاعها، المنطقه دي هتبقى سورس الانفكشن عنده. البريجنسي، اليوترس الجراف اليوترس بيضغط على البلادر وبيضغط على اليوريتر، وبالتالي بيعمل حاجه اسمها ايه؟ ستاجنيشن. بيعمل ستاجنيشن لليورين فلو، بيخلي اليورين فلو في البلادر وبيخلي اليورين فلو في اليوريتر بطيء. فالميه لما تبقى استاجننت او مياه راكده بتبقى عرضه للايه؟ للانفكشن. الجزئيه الثانيه السيكشوال اكتيفيتي. السيكشوال اكتيفيتي وخصوصا النيو سيكشوال اكتيفيتي، يعني السيكشوالي اكتيف انديفيديولز سواء ميل او فيميل، وطبعا الفيميل اكتر زي ما اتفقنا، عرضه اكتر للريكت انفكشن من السيكشوالي انكتيف. وفي لور يوريتراكت انفكشن او يوريتراكت انفكشن مشهوره جدا نتيجه للسيكشوال اكتيفيتي اسمها هاني مون سيستايتس. اسمها ايه؟ هاني مون سيستايتس، نتيجه للمارج او بدايه السيكشوال اكتيفيتي وبدايه الانتركورس بيحصل للفيميل حاجه اسمها هاني مون سيستايتس. دي سيستايتس او لور يوريتراكت انفكشن بتحصل نتيجه لايه؟ نتيجه للسيكشوال اكتيفيتي. فاكرين لما قلنا ان هنا بين اليوريتر وبين البلادر في سفنكتريك فانكشن، في ميكانيكال سفنكتر، في سفنكتريك فانكشن في الحته دي بتمنع الايه؟ بتمنع الريفلكس. فلو في فيزايكو يوريتريك ريفلكس، لو في الحته دي فيزايكو يوريتريك ريفلكس، يخلي البول بكل الكونتامينيشن اللي فيه يرجع من البلادر لليوريتر، ده هيزود الريسك اوف يورينري تراكت انفكشن وخصوصا ابر يورينري تراكت انفكشن. الريسك فاكتور الثاني او اللي بعد كده هو الايه؟ البريفيوس يو تي اي. ان عيان جاله يو تي اي قبل كده، العيان اللي بيجي له يو تي اي قبل كده خصوصا لو عنده ريسك فاكتور من دول هو عرضه للريكرنس اوف يو تي اي. تمام؟ طيب العيان هيجي يشتكي من ايه؟ يعني العيان لو عنده يورينري تراكت انفكشن هيجي يشتكي من ايه؟ تمام، التقسيمه الاساسيه بتاعتنا اللي هي ايه؟ اللي هي ابر يورينري تراكت انفكشن ولا لور يورينري تراكت انفكشن؟ العيان جاله ايه؟ نبدا الاول بالكومن اللور يورينري تراكت انفكشن. العيان هيجي يقول لي يا دكتور انا كل ما ادخل الحمام بحس ان انا بنزل ميه نار، في نار في البول. ديس يوريا اللي هي painful micturition، painful أو burning micturition. يا دكتور أنا كل شوية ببقى عايز أدخل الحمام
ولما بدخل الحمام ما بعديش بول كتير، ده انا بجيب نقطتين ثلاثه بول وخلاص على كده. فريكوانسي اسمها فريكوانسي، العيان عايز يخش الحمام كتير. الديسيوريون فريكوانسي سببها وجود ميكروب في البول. البول فيه اورجانيزم، فيه ميكروب عامل اريتيشن لليوريثرا واليورينري بلادر. يا دكتور انا كل شويه بخش الحمام وبحس ان في ميه نار نازله مني، وانا اجري على الحمام جري على الحمام ما بقدرش امسك نفسي والبول ايه يسيب مني. ايرجنسي اسمها ايرجنسي، اسمها ايرجنسي ليه؟ البلادر ريتيتد فبتكونتراكت غصب عن العيان فبتعدي الايه البول. ممكن يجي العيان يشتكي من سوبرا بيوبيك بين، خصوصا العيان اللي عنده ايه؟ اللي عنده سيستايتس، اللي عنده سيستايتس. يا دكتور انا بنزل بول في دم هيماتوري، فرانك هيماتوري، فرانك هيماتوري، تمام؟ يبقى دي السيمبتومز اللي هيجي العيان يشتكي منها لو عنده لوور يورينري تراكت انفكشن. خلي بالكوا يا شباب السيمبتومز دي كلها لوكال سيمبتومز ما فيهاش جنرال. اللوور يورينري تراكت انفكشن ما فيهاش جنرال سيمبتومز. طيب الأبر يورينري تراكت انفكشن، الأبر يورينري تراكت انفكشن هيبقى فيها جنرال سيمبتومز زي ايه؟ سيمبتوم اوف توكسيميا، فيفر وانوركسيا وهيليكوميليز، ممكن يجيله اتاك اوف رايجرز. العيان هيجي يشتكي لك من لوين بين، يا دكتور عندي الم في ظهري في جنبي من ورا او الكوستو اللي هي الكوستو فيرتبرال انجل ومسمع لقدام، مسمع لمكان البلادر كده او الجينيتاليا، وده كومن جدا في البين بتاع البايولري فرايز. كويس؟ ممكن يجي العيان بنفس الاعراض دي معاها. ليه؟ لان الاورجانيزم اصلا الموست كومن روت للاورجانيزم هو الاسيتنج انفكشن، ان هي ابتدت لوال يورينري تراك وبعدين طلعت على الابر يورينري تراك. يبقى العيان هيجي يشتكي لك من جنرال سيمبتوم، هيجي يشتكي لك من لوين بين، هيجي يشتكي لك من نفس الاعراض بتاعه اليورينري لوور اليورينري تراك. يورينري تراكت انفكشن، ايه الاورجانيزم اللي ممكن يعمل لي يورينري تراكت انفكشن؟ والله ممكن تبقى بكتيريا، ممكن تبقى فيروس، ممكن تبقى فانجوم. الاشهر مين؟ الاشهر بكتيريا، الاشهر بكتيريا. وزي ما قلنا هتبقى جايه منين؟ مينلي هتبقى جايه من البريوريثرال سكين والبري انال ريجون والجي اي تي. البكتيريا اللي عندنا اللي بتعمل يورينري تراكت انفكشن هنقسمها الى جرام بوزيتيف وهنقسمها الى جرام نيجاتيف. الجرام بوزيتيف زي مين؟ زي الستاف سابروفيتيكاس وزي الانتيروكوكاي. الجرام نيجاتيف زي الايكولاي، زي الكليبسيلا، زي البروتيوس، زي السودومونس. هناخدهم بحسب الاهميه او بحسب المور كومن، حسب المور كومن. هناخد اول حاجه والموست كومن كوز اوف يورينري تراكت انفكشن هي مين؟ المايسترو بتاعتهم الايكولاي. الايكولاي الموست كومن كوز اوف يورينري تراكت انفكشن، الموست كومن كوز اوف ايجنت اوف يورينري تراكت انفكشن. طيب الايكولاي دي من عيله اسمها ايه؟ يلا نفتكر بقى كده، الانتيرو بكتريسي. عيله اسمها الانتيرو بكتريسي. ايه الجنرال كاركتر بتاعت الانتيروبكتريسي؟ ودي كل ما هنقول بكتيريا من عيله الانتيروبكتريسي هنلزق فيها الجنرال كاركتر اللي هي ايه؟ اللي هي جرام نيجاتيف باسل لاي، اللي هي جرام نيجاتيف باسل لاي. بوليومورفيك ان شيب، اوكسيدازها نيجاتيف، كاتاليزها بوزيتيف، ريديوس النيتريت الى نيترايت. تمام؟ كان بروح على اوردينري ميديا زي النيوترنت اجار، وبتطلع على السلكتيف ميديا زي الماكونكيز اجار. يبقى دي الكاركترز بتاعت مين؟ بتاعت عيله الانتيروبكتريسي اللي بتنتمي ليها مين؟ الايكولاي. الايكولاي يا شباب هل مفيش غير الايكولاي اللي بتعمل يورينري تراكت انفكشن؟ يعني الايكولاي مفيش منها غير اليوروباثوجينيك اللي اسمها يوروباثوجينيك ايكولاي؟ الاجابه لا. الاجابه الايكولاي فيها دايروجينيك ايكولاي واليورو باثوجينيك ايكولاي والكي 1 سترين اللي هي كابسولار سترين. كابسولار سترين دي بتعمل نيونيتال
meningitis. اليوروباثوجينيك اي كولاي بتعمل يورينري تراكت انفيكشن. الدايروجينيك اي كولاي بتعمل دايريا، ودي بتاخد في الجي اي تي ودي في السي ان اس. تمام. طيب اليوروباثوجينيك اي كولاي خلينا نتكلم عنها بقى شويه. الانديميك زي ما قلنا هي الموست كومن كوزيتيف ايجنت اوف يورينري تراكت انفيكشن او لوور يورينري تراكت انفيكشن بكل انواعها، سواء كانت كوميونيتي اكوايرد انفيكشن زي الاكزامبل اللي احنا خدناه الهاني مون سيستايتس، او كانت هوستل اكواير انفكشن. كانت هوستل اكواير انفكشن تمام. هي مسؤوله عن 90% تقريبا 90% من حالات اليورينري تراكت انفكشن. مسؤوله عن 90% من حالات اليورينري تراكت انفكشن. السورس بتاعها بيجي منين؟ يعني بتوصل اليورينري تراكت منين؟ من الجي اي تي. هي انهابيتنت الجي اي تي، بتوصل اول لللور يورينري تراكت، تطلع لفوق في الابر يورينري تراكت. طيب ايه الفيرولنس فاكتور بتاعها؟ ايه الفيرولنس فاكتور بتاع الايكولاي؟ اول حاجه الايكولاي عندها فلاجيلي فبتخليها مطاين، وهنعرف اهميه الكلام ده ايه دلوقتي، وعندها بايلار او فيمر. الفلاجيلي اللي بتخليها مطاين هو انا محتاج الموتيليتي في ايه في اليورينري تراكت؟ هو احنا قلنا ان الاورجانيزم مش بيطلع من اللور يورينري تراكت لغايه ما يوصل للابر يورينري تراكت، هو هيتحرك ازاي كده؟ يبقى محتاج فلاجيل. يبقى اهم حاجه سوري محتاج فلاجيل. محتاج فلاجيل عشان يتحرك. يبقى اهم حاجه في الاورجانيزم اللي بيعمل يو تي اي ان يكون ايه؟ مطاير. فالموتيليتي بتاعت الاورجانيزم هي فيرنس فاكتور، عامل من عوامل الضراوه للميكروب، لان هيتحرك بالعكس، ده هيتحرك اجينست جرافيتي وهيتحرك اجينست الفلو بتاع اليورين. اليورين نازل من فوق عليه وهو بيتحرك في عكس اتجاه الايه؟ اليورين. النقطه الثانيه البايلاي. البايلاي او الفيمبري، ايه وظيفه البايلاي؟ البايلاي وظيفتها الادهيشن. هو اليورين لما يبقى نازل من فوق مش ممكن يعمل يجرف الاورجانيزم. يعني ادي اليوريتر وادي الكدني واليورين نازل، فلو الاورجانيزم مش لازق على اليورينري تراكت اليورين اللي نازل هيعمل له هيجرفه، هيشيله يفصله من مكانه. فلازم يبقى في بايلاي تعمل ادهيجن للاورجانيزم في اليورينري تراكت. البايلاي بتمسك بسبيسيفيك ريسبتور، ليها ريسبتور معينه موجوده على الايه؟ على اليورينري تراكت. البايلاي اسمها ايه؟ اسمها بايلو نفرايتس اسوشيتد بايلاي. بايلو نفرايتس اسوشيتد ايه؟ بايلاي، اللي هي مسؤوله عن الادهيجن. يبقى الايكولاي فيرلنس فاكتور بتاعها هم مين؟ هم الادهيجنز بالبايلاي او الفيمبريا والموتيليتي بالفلاجيل. طيب ايه المايكروبيولوجيكال كاركتر بتاعها؟ المايكروبيولوجيكال كاركتر بتاعها زي ما قلنا جرام ايه؟ جرام نيجاتيف. كوكاي ولا باسيلاي؟ باسيلاي. بوليومورفيك ان شيب. لما نيجي نزرعها، لما نيجي نزرعها زي ما قلنا بنزرعها على ايه؟ على النيوترنت اجار، وتطلع على النيوترنت اجار. بنزرعها على الماكونكس اجار. على الماكونكس اجار، الماكونكس اجار لو بتفتكر يا شباب نوعه ايه؟ نوع سيلكتيف ميديا. نوع سيلكتيف ميديا. في سكر اسمه سكر اللاكتوز. سكر اسمه سكر ايه؟ اللاكتوز. الايكولاي بتعمل ايه في اللاكتوز؟ بتعمل لاكتوز فيرمنتيشن، يعني هتعمل لي روز بينك كولونز. روز بينك كولونز على ايه؟ على طبق الماكونكي. طيب البايوكيميكال رياكشن بتاعها اخباره ايه؟ اول حاجه واهم حاجه ان اوكسيدازها نيجاتيف. ان اوكسيدازها نيجاتيف. بتخمر السكريات، بتخمر كام سكر في عبوه التريبل شوجر اير اللي اسمها تي اس اي في السي ان اس ديت. بتخمر 3 شوجر بروديوسنج اسيد اند جاز. بتخمر ال 3 شوجر او الثلاث سكريات اللي موجود في الميديا بتاعت التي اس اي بروديوسنج اسيد اند جاز. ال H2S بتاعها نيجاتيف. هو ده الجزء ده عامل شويه بس ايه؟ هنبقى سريعا كده. ال H2S بتاعها نيجاتيف، يعني في انبوبه التريبل شوجر اير مش هلاقي الجزء الاسود اللي فيها. الاندول بتاعها ايه؟ بتاعها بوست. الدور بتاعها بوست. كده خلصنا مين؟ خلصنا الاي
coli as most common causative agent of a of urinary tract infection. أشهر urinary tract infection. أشهر organism يعمل urinary tract infection هو مين؟ هو الاي كولاي. هو المايستر. هناخد أخت الاي كولاي وهنعرف إحنا قلنا عليها أختها. اللي هي مين؟ اللي هي الكليبسيلا. اللي هي الكليبسيلا. الكليبسيلا يا ولاد تنتمي إلى عائلة الانتيروباكتريس وبالتالي لما نيجي نقول الكاركتر بتاعها هنقول إيه؟ ها؟ جرام نيجاتيف باس الله. بوليومورفيك ان شيب اوكسيدزها نيجاتيف كاتاليزها بوزيتيف ريديوس النيتريت تو نيترايت فاكولتيتيف انيروب. يعني ايه فاكولتيتيف انيروب يا ولاد؟ فاكولتيتيف انيروب يعني تقدر تطلع في ايروبيك ميديا وتقدر تطلع في ايروبيك انفايرمنت تقدر تتعايش في كل الايه؟ في كل الانفايرمنت بتطلع على النيوترنت اجار وبتطلع على المكونكس اجار تمام؟ بتطلع على النيوترنت اجار والمكونكس اجار عايشه فين؟ عايشة فين؟ عايشة في الجي اي تي. الكليبسيلا فيها مجموعتين كليبسيلا نيروني والكليبسيلا اوكسيتوني. الكليبسيلا نيروني فيها فور ممبرز. الكليبسيلا نيروني نيروني الكليبسيلا نيروني ايروجين الكليبسيلا نيروني اوزيني والكليبسيلا نيروني راينوس كليروماتس. كل واحدة منهم الكليبسيلا زي ما قلنا في الايكولاي هي فيها مجموعات فيها زي ما قلنا الايكولاي فيها دايروجينيك ايكولاي ويوروباثوجينيك ايكولاي وكابسولار ايكولاي. الكليبسيلا برضو كذلك. الكليبسيلا ممكن تعمل زي ما قسمناها كده هنا ممكن تعمل ايه؟ الامراض اللي بتعملها يورينري تراكت انفكشن ممكن تعمل ووند انفكشن خصوصا في الهوسبيتال ووندز او السيرجيكال ووندز اسمه سيرجيكال سايت انفكشن اسمه ايه؟ سيرجيكال سايت انفكشن. طيب لما نيجي نزرعها لما نيجي نزرع الكليبسيلا نزرعها على ايه؟ زي ما قلنا بنزرعها على نيوترينت اجار. بنزرعها على ايه؟ نيوترينت اجار. بنزرعها على ماكونكيز اجار. الماكونكيز اجار ده سيلكتيف ميديا بتاع مين؟ بتاع الانتيروباكتريسي. بتعمل ايه على الماكونكيز اجار؟ بتعمل لاكتوز فيرمنتنج كولونز. لاكتوز فيرمنتنج كولونز. طيب يبقى ادي اول تشابه بينها وبين مين؟ بين الايكولاي انها لاكتوز فيرمنتنج على الماكونكيز اجار. البايوكيميكال رياكشن بتاعتها زي ما قلنا في الجنرال كاركتر اوكسيدزها ايه؟ اوكسيدزها نيجاتيف. بعد كده على السكريات الثلاث سكريات اللي موجوده في التريبل شوجر اير بتخمر الثلاث سكريات وبتطلع لي شو جاز اند اسيد. اسيد اند جاز بتطلع اسيد جاز زيها زي مين؟ زي الايكولاي. ال H2S بتاعها نيجاتيف يعني مش هشوف سواد في الانبوبه تمام؟ الاندول بتاعها وده الفرق بينها وده اللي انا اجلته من الايكولاي اللي هنا الاندول بتاعها نيجاتيف. الاندول بتاعها نيجاتيف لكن الايكولاي اندولها بوزيتيف. يبقى الايكولاي اندولها بوزيتيف الكليبسيلا اندولها نيجاتيف ما عدا الاوكسيتوكا اندولها بوزيتيف ماشي؟ فده الفرق بينها وبين مين؟ بين الايكولاي. طيب الكليبسيلا ايه الفيرالنس فاكتور بتاعها؟ ايه الفيرالنس فاكتور؟ الكليبسيلا يا ولاد كابسوليتد. الكليبسيلا ايه؟ كابسوليتد فيها كل سكرات كبسول. فطالما هي كابسوليتد للاسف هتبقى نار مطاير في كبسول محوطاها فهي نار مطاير يبقى هي كابسوليتد. فاول فيرالنس فاكتور فيها هي الكبسول بتاعتها. الكبسول بتاعتها دي انتي الكبسول انتي فاجوسيتك. انتي فاجوسيتك يعني ايه انتي فاجوسيتك؟ يعني هتخلي الميكروب ما يخش جوه الماكروفاج. الماكروفاج او الخلايا الاكله اللي موجوده جوه الجسم مش هتقدر تاكل الكليبسيلا. النقطه الثانيه الفيرنس فاكتور بتاعها البايلاي اللي هي فور ادهيجنز. البايلاي اللي هي فور ادهيجنز. يبقى الكليبسيلا ايه الفيرنس فاكتور بتاعتها؟ الكبسول والبايلاي. الفيرنس فاكتور بتاعتها الايه؟ الكبسول والبايلاي. وطالما الاورجانيزم كبسوليتد زي ما خدنا في الاورجانيزمات اللي كانت بتعمل المنجايتس طالما الاورجانيزم كبسوليتد يبقى انا اقدر اعمل له ايدنتيفيكيشن بي انتي كابسولر انتي بوديز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي
اورجانيزم او عندك كليبسيلا عايزه كونفيرم او اتاكد انها كليبسيلا، بنعمل ايه؟ بنعمل لها بنجيب الانتي بودز او الانتي سيرال سبيسيفيك للكبسول بتاعها ونحط عليها، هيروح ماسك في الايه في الكبسول. طالما ماسك في الكبسول انا كده عملت لها ايدنتيفيكيشن. طيب كده خلصنا مين؟ خلصنا الاي كولاي وخلصنا الكليبسيلا. اكد عليكم ان الاي كولاي هي الموست كومن كوست ايجنت اوف يورينري تراك انفكشن. المعلومه دي مهمه جدا، معلومه مقدسه. ماشي، هناخد الاورجانيزم الثالث. هو مين؟ هو البروتيس. البروتيس من عائله الانتيروباكتريسي. خلاص بقى حفظنا، يبقى تنطبق عليه كل صفات الانتيروباكتريسي. البروتيس هنلاقيها موجوده في السويل، هنلاقيها موجوده في الووتر، هنلاقيها موجوده في الفيكال كونتامينت. في الفيكال ايه؟ كونتامينت. البروتيس زي ما قسمنا الاورجانيزمين اللي قبل كده، فيها بروتيس ميرابيلس وبروتيس فالجاس. بروتيس ميرابيلس وبروتيس فالجاس. البروتيس ميرابيلس تعمل لي ايه؟ تعمل لي يورينري تراكت انفكشن، تعمل لي سيرجيكال سايت انفكشن. البروتيس فالجاس بتعمل هوسبيتال اكوارد انفكشن، بتعمل يو تي اي. تمام. طيب البروتيس ميرابيلس تختلف عن الفالجاس في ايه تاني؟ ان الميرابيلس اندول تيست بتاعها نيجاتيف. فاكرين الاندول؟ كانت الانبوبه اللي فيها من فوق رنج زي نقطه دايره زيت كده. تمام. لو الرنج دي كان لونها اصفر يبقى الاندول ده نيجاتيف، لو الرنج دي كان لونها بينك يبقى الاندول ده ايه؟ بوزيتيف. فالبروتيس ميرابيلس اندولها نيجاتيف، الفالجاريس اندولها بوزيتيف. البروتيس ميرابيلس سنسيتيف تو امبسيلين اند سيفالوسبورين، حساسه للمضادات الحيويه. لكن البروتياس فالجاس دي فالجر من اسمها فالجاس، ريزيستنت للانتي مايكروبيال ايجنت زي البنسلين والايه والسيفالوسبورين، عندها انترنسك ريزيستنت فيهم، عشان كده بتعمل انفكشن اعلى او اقوى شويه، بتعمل هوستر اكوايرد انفكشن. طيب ايه المايكروبيولوجيكال كاركتر بتاع البروتياس؟ داخل الاول الفيرنس فاكتور بتاعتها. سيبوا الميكروبيولوجيكال كاركتر دلوقتي، ناخد الفيرالنس فاكتور بتاعت البروتياس. اول فيرالنس واهم فيرالنس فاكتور للبروتياس هي الموتيليتي. هي ايه؟ الموتيليتي. البروتياس هايلي موتايل اورجانيزم. الفلاجيلا اللي حواليها بيريترايكيت فلاجيلا، محوطاها من كل حته. محوطاها من ايه؟ من كل حته. الموتيليتي بتاعتها دي لو نرجع كده فلاش باك لسنه اولى الموديول الانفكشن، هنفتكر ان احنا لما كنا بنزرع البروتياس على طبق النيوترن تأجار، نيجي نزرعها في نص الطبقه هنا، نيجي تاني يوم نلاقيها عملت ايه؟ عملت سوورمنج جراف، يعني كانك رميت كده طوبه في الميه فبدا يحصل دوائر حوالين الطوبه لغايه ما وصلت لايه؟ لاخر الطبق، اسم سوورمنج جراف. نتيجه ايه؟ نتيجه للهاي موتيليتي اوف بروتياس. البروتياس هايلي موتايل اورجانيزم، البروتياس هايلي موتايل اورجانيزم، وده يعتبر فيرنس فاكتور فيه. الموتيليتي دي يا اولاد البروتياس عشان او اي موتيليتي او اي اورجانيزم عشان يتحرك بيتحرك بايه زي ما اتفقنا؟ بفلاجيلا. الفلاجيلا هنا في هنا كوره بيزا بودي، ده اللي بيحرك الايه؟ الفلاجيلا. تمام؟ هو بيحرك الفلاجيلا ازاي؟ يعني احاول ابسطها لكم كده بتشبيه بسيط انا بقوله دايما. عارفين التوربينات بتاعت الميه؟ التوربينات اللي بتدور الميه تنزل عليها فالتوربينات تدور فتطلع كهرباء او جنريت الكتريستي. الالكترولايتس لما تدخل اكروس السيل ممبرين او الالكترولايتس لما تتحرك اكروس السيل ممبرين هنا خصوصا الصوديوم والكالسيوم، حركه الالكترولايتس هي اللي بتحرك الايه؟ الفلاجيلا. حركه الالكترولايتس هي اللي بتحرك الفلاجيلا، وبالتالي حركه اي اورجانيزم بالفلاجيلا بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على حركه فلو حطينا الاورجانيزم ده في ميديا الكترولايت ديفيشنت، ميديا الكترولايت ديفيشنت، ايه اللي هيحصل؟ الاورجانيزم مش هيتحرك، يعني مفيش الكترولايت. يبقى البروتيس اللي بتتحرك هايلي موتايل زي ما قلنا هنا، لو حطيناها في سيستايل لاكتوز
اسمه كليد سيستاين لاكتوز الكترولايت ديفيشنت ميديا الموتيليتي حد انهبيتد هيحصل انهبيشن للموتيليتي ليه انهبيشن للموتيليتي لان مفيش الكترولايتس وبالتالي مش هيتحرك الميكروب او الاورجانيزم مش هيتحرك الفيرنس فاكتور الثاني المهم في البروتياس هو اليورياز انزيم اليورياز انزيم ايه اليورياز انزيم ده البروتياس عندها قدره انها تفرز يورياز انزيم طب يعمل لي ايه اليورياز لا بنعمل حاجه مهمه جدا اليورياز في اليورين تراكت اليوريا تراكت كل يوريا اليورين مليان يوريا اليورين مليان يوريا فبتحول اليوريا الى بتحول اليوريا الى امونيا بتحول اليوريا الى ايه الى امونيا الامونيا ديت هتعمل لي الكالاين بي اتش فتعادل شويه الاسيد بتاعت اليوريا تعادل الايه الاسيد بتاعت اليوريا فالاورجانيزم يقدر يعيش الاورجانيزم يقدر يعيش في اليورين تراكت تمام البروتياس يا اولاد دايما او في معظم الحالات بتنفكت اب نورمال ريبر تراكت يعني اليورين تراكت فيه مشكله عيان مثلا عنده ستون فتكمبليكيت بايلونيفرايتس عيان عنده ريفلوكس عيان عنده اوبستراكشن من نوع ما فتكمبليكيت بالبايلونيفرايتس المايكرو بايولوجيكال كاركتر بتاع البروتيس ايه هو المايكرو بايولوجيكال كاركتر بتاعها الجرام ستيم بتاعها ايه جرام نيجاتيف الشكل المورفولوجي بتاعها ايه باسل لاين الموتيليتي هايلي موتايل اورجانيزم تمام بتتزرع على ايه بتتزرع على نيوتريانت اجار وبتعمل كاركترستيك اسمه ايه ها اللي هو الكالتشر كاركتر اسمه ايه سوورمينج جروث بتتزرع على الاجار اللي سيلكتيف للانتيروباكتريسي لانها من عيله الانتيروباكتريسي اللي هو المكونكس اجار تعمل نون لاكتوز فيرمنتنج كولز تعمل نون لاكتوز فيرمنتنج كولز البايوكيميكال رياكشن بتاعتها اول بايوكيميكال رياكشن فيها اوكسيديزها ايه نيجاتيف الاندول تيست بتاعها لو هي ميرابيلس الاندول تيست بتاعها نيجاتيف لو هي فالجارس الاندول تيست بتاعها بوزيتيف لو هي ميرابيلس الاندول تيست بتاعها نيجاتيف لو هي فالجارس الاندول تيست بتاعها بوزيتيف ها اليورياز تيست اليورياز تيست بتاعها هيبقى بوزيتيف ليه لانها رابيد يوريز اكتيفيتي ده انا لما بحطها على اليورياز ميديا بتطلع لي بعد ساعتين بعد ساعتين الاقي اليورياز اتحولت الى يورياز بوزيتيف الى يورياز ايه بوزيتيف طيب تمام كده يبقى كده خلصنا مين خلصنا الايكولاي وخلصنا الكليبسيلا وخلصنا البروتياس هناخد اخر واحد الجرام نيجاتيف بس اللاي هو مين هو مين السودومونس والسودومونس دي ليها كاركتر كده ليها كاركترز كذا كاركتر لوحدها اول حاجه انها بتختلف عن عيله الانتيروباكتريس ايه في ان اوكسيديزها بوزيتيف يوتيلايز الجلوكوز او بتستهلك السكر ازاي بتستهلك السكر باي اوكسيديشن نوت فيرمنتيشن ما بتخمرش السكريات ما بتخمرش السكريات لان اوكسيديزها بوزيتيف الانتيروباكتريس كانوا فاكولتيف ايروب دي اوبليجيت ايروب اوبليجيت ايروب يعني ايروب فقط ما تقدرش تعيش في اي انفايرمنت الا الايروبيك انفايرمنت دايما بتحب الهيوميد انفايرمنت يعني الانفايرمنت اللي فيها ميه بتحب الانفايرمنت اللي فيها ميه الهيوميد انفايرمنت تمام بتعمل انفكشن دايما في الديسيزد تيشوز صعب قوي ان السودوموناس تهاجم نورمال تيشوز ليه لان الاورجانيزم ضعيف احنا هناخد فيه مليون فيرنس فاكتور دلوقتي بس هو ضعيف برضه في الاول وفي الاخر ما يقدرش يهاجم انتكت سكين ما يقدرش يهاجم انتكت ميوكوس ممبرين دايما الاورجانيزم ده ضعيف بس لما بيجي في عيانين اميونو سبريسد او اميونو كومبرومايزد لاي سبب من الاسباب بيعمل لهم سيفير انفكشن بيعمل لهم سيفير انفكشن لان هو عنده ايه عنده انترنسك ريزيستنت تو انتي مايكروبيال عنده انتي مايكروبيال ريزيستنت انترنسك هو من نفسه
نفسه كده انترنسك للايه؟ للانتي مايكروبيال ايجنت. كومن جدا في الهوسبيتال اكوايرد انفكشن. زي ما قلنا هو اصلا بيجي في الديسيز تيشو، واكتر مكان فيه الديسيز تيشو هو الايه؟ عيانين المستشفيات. عيان مركب مسطره، عيان عنده بيرن، عيان عنده ووند او لسريت الووند، ممكن يجي له يورينري بتاع ده، ممكن يجي له سودوموناس انفكشن. طيب يبقى السودوموناس طالما قلنا ان هو اورجانيزم ضعيف بيأثر على الاميونو كومبرومايزد انديفيدوال، يبقى من هنا هنقدر نقول عليه اوبورتيونستيك اورجانيزم وبيعمل اوبورتيونستيك انفكشن. طيب انا همسح بقى قبل ما اقول الفيرالنس فاكتور، عشان الفيرالنس فاكتور بتاعه بتوع السودوموناس كتير ومهمين. اول حاجه في الفيرالنس فاكتور هي مين؟ البايلاي. والبايلاي وظيفتها زي ما قلنا ايه؟ اتاشمنت او ادهيجن. اتاشمنت او ايه؟ ادهيجن. رقم 2 عنده فلاجيلي وبالتالي هو مطايل، وبالتالي هو ايه؟ مطايل. رقم 3 عنده اندو توكسين اللي هي اللايبوبروتين بتاعه الجرام نيجاتيف باسيلاي، ممكن يعمل منها سيبتك شوك. عنده شويه انزيمات بتكسر التيشوز اللي هو عايش فيها زي البروتييز زي الالاستيز، دي بتكسر الانسجه اللي هو عامل لها انفكشن، بتعمل سيفير تيشو دامج وبتعمل انهبيشن للبروتين سينسز اللي هو بيسوق الموضوع ده. طيب الجرام ستين بتاعها جرام نيجاتيف، كوكاي ولا باسيلاي؟ باسيلاي. الاوكسيديز بتاعها بوزيتيف، اوعوا تنسوا الاوكسيديز بوزيتيف ده، ده ممكن يبقى مفتاح سؤال، اوعوا تنسوا الاوكسيديز بوزيتيف. على النيوترال تاجار نفتكر كده السودوموناس على النيوترال تاجار كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل كالتشر كاركتر اسمه اكزو بيجمنتيشن. يعني ايه اكزو بيجمنتيشن؟ بتطلع ووتر سوليبل، ووتر سوليبل اكزو بيجمنتس اللي هي بتعمل ايه؟ الووتر سوليبل اكزو بيجمنت ايه؟ بتعمل بيجمنتيشن للانفايرمنت اللي حواليها او الميديا اللي حواليها، وهي نفسها ما بتتغيرش، هي نفسها لونها ما بتتغيرش. يعني هلاقي الطبق بتاع النيوترون تقدر اخضر، الطبق لونه اخضر، والكولز نفسها كالوريس كولز. تمام. طيب على الماكونكس اجار احنا قلنا هي ما بتتعمرش اي سكريات، فهي نون لاكتوز فيرمنتنج كولز. على الماكونكس اجار هي نون لاكتوز فيرمنتنج كولز. باقي البايوكيميكال رياكشن هنبتدي، اهم حاجه خدناها فيها، الباقي بقى خليه الايه العامل اللي عنده ديتيلز في العمل. كده خلصنا مين؟ خلصنا الجرام نيجاتيف باسيلاي از بوزيتيف ايجنت اوف يوريناري تراكت انفكشن، وخدنا فيها الموست كومن بوزيتيف ايجنت منهم كان مين؟ كان الاي كولاي. كان الاي كولاي. هناخد الجرام بوزيتيف اورجانيزم او الجرام بوزيتيف كوزيتيف ايجنت اوف يوريناري